السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واش هواكم اليوم؟ اليوم عندنا هنا كورولا ديكادي، حابين نعرفوا راه جاي حساس على الكابتور تاع الهواء تاع الجو، درجة الحرارة تاع الجو، وين جاي نشوفوا نروحوا مع بعضنا نشوفوا وين جاي الكابتور تاعها وين جاي. نروحوا من ها وراه ها وراه، هذا هو الجو، هذا هو الكابتور تاع درجة الحرارة تاع الجو. من هذه هي، هذا هو الكابتور تاعها، بدا يشوف لك الجو قدراه برا درجة الحرارة تاعها. هذه هي، وأي معلومة تحتاجوها اكتبوها لنا في التعليقات، برب إن شاء الله نقدر نوفرها لكم. وتقريبا جميع السيارات طوطا كل تلقاهم في الكابتور تاع درجة حرارة الجو، تلقاهم في البلاصة هذي. هذا كله والله اسود، هيا دمتم في رعاية الله وحفظه، وبارك الله فيكم على المشاهدة، باش تعملوا اشتراك ربي يحفظكم.